مساء الخير. الفيديو ده عن بروسيسنج لشرايين الرقبه والمخ كاروتيد ارتري اند سيركل اوف ويلز. هنتكلم على اناتومي سريعا. من الجنب اليمين عندنا رايت كومن كاروتيد ارتري ورايت فيرتيبرال ارتري. الكاروتيد ارتري في بايفوركيشن بينقسم لاثنين: رايت انترنال كاروتيد ارتري رايت اكسترنال كاروتيد ارتري. الانترنال كاروتيد ده هيلتقي معانا في الرايت ميدل سيريبرال ارتري ورايت انتيريور سيريبرال ارتري. عندنا الليفت والرايت فيرتيبرال ارتري هيلتقوا في البيزلر ارتري وهيكون معانا السيركل اوف ويلز. دي اللي احنا بنصورها في الفحص بتاعنا وهنتعلم ازاي نعمل بروسيسنج واحده واحده. طبعا التصوير تم على جهاز توشيبا 160 والورك ستيشن فيتريا. من البداية خالص هنفتح الحالة. طبعا ده الفاليوم اللي هاخدينه من السبتراكت، هنفتحه على كاروتن. بعد ما نفتح بيظهر معانا الصورة الفي ار دي، لأننا عملنا طرح لفيز الصبغة من الفيزين التانيين اللي هو الفيز وزود كونتراست والفيز اللي بكونتراست. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الشرايين كده. هورتك قرش ليفت ورايت كومن كاروتيد ليفت ورايت فيرتيبرال. ده الكورونال. ده الساجيتال. ودي الصورة الفي ار اللي بيكونها الجهاز بناء على الفيز اللي احنا ضايفينه. احنا هنلغي كل ده ونبدأ من الأول. طبعا التايمنج مش بيرفكت اوي. حالة هنا محولة من الليفت، ظاهر معانا الساب كليفيان فين حد الشبر الفينيكيفا. هنبدأ نضيف الشرايين شريان شريان. هنشغل دلوقتي على الليفت كاروتيد ليفت كومن كاروتيد ارتري. لغيت انا كل ده. هنعمل تنت عشان يظهر معانا التظليل على الأجزية. طبعا مقسمين جروبين عشان يبقى الفيرتبرال مع البيزرال بلون والرايت كومن والليفت كومن بلون تاني. ده بيظهر معانا الاكسترنال. ده هنا كده الانترنال كاروتد ليفت انترنال كاروتد. بنبدأ نشتغل على الشرايين بكل عناية. لو ضغطنا ضغطة سريعة شوية أو تقيلة على الماوس فبيضيف شرايين أكتر. عايز تضيف جزء جزء بتضغط ضغطة بسيطة جدا. هنا بيتضاف الرايت كومن كاروتيد مع الانترنال اكسترنال كاروتيد ارتري. طبعا كل ده بنضيفه في جروب A عشان نفرق لون الشرايين الأمامية عن الخلفية اللي هي أو الرايت كاروتيد، نفرقه عن الفيرتبرال مع البيزلر. نبدأ نضيف الشرايين واحدة واحدة.
زي ما احنا شايفين كده. المنطقة اللي تحت ده هيبقى فيها ارتفاكت جامد عشان الصب كليفيان فين وداخل منه الصبغة. طبعا كده الليفت والرايت كاروتيد ارتري كاملين معانا. بنضيف الاكسترنال. طبعا الانترنال كاروتيد ارتري هيكمل لحد ما يوصل للرايت ميدل سيريبرال ارتري ويكمل لحد رايت انتيريور سيريبرال ارتري. بنضيف الاورتيك ارش معانا كده. الاورتيك ارش تمام. السندنج اورتا والديسندنج اورتا منطقه الثوراسك. عندنا برضو في الصوره بيظهر رايت سبكليفيان ارتري وليفت سبكليفيان ارتري، ده في حاله ان احنا هنشتغل ابر ليمب. بنضيف البيزلر. بنعمل جروب تاني عشان نلون الشرايين دي بلون مختلف عشان التفرقة في الطباعة وزيادة جودة الصور وعشان الشرح. بنغير لون الخلفية من 3D background. احنا كده شغالين على الرايت فيرتبرا. شغالين على الليفت. زي ما احنا شايفين بنضغط اد ونضيف للجروب اللي احنا حابين نضيف لي الشريان. طبعا التظليل راح من على الرايت والليفت كاروتد لان احنا محددين جروب تاني اللي بنضيف فيه الليفت والرايت فيرتبرال ارتري. ده ليفت ورايت فيرتبرال مع البيزلر ارتري. بنكمل باقي الشرايين. البيزلر ارتري بيلتقي مع الرايت انترنال كاروتيد في الرايت ميدل سيريبرال ارتري. نفضل طبعا يبقى قدامنا صورة للأناتومي للشرايين ونشتغل عليها. أسيبكم شوية مع الشرح.
في اللقطة دي عندك الرايت كومن كاروتد والليفت كومن كاروتد متقسم لانترنال واكسترنال، واصل ل رايت ميدل سيريبرال ارتري ورايت انتيريور سيريبرال ارتري، والكلام ده بينطبق على الليفت. نضيف الجروبين مع بعض، تظهر معانا صور شرايين الرقبة والمخ كاملة. هندخل على التولز من فوق، ندخل على لايتنج، ونبدأ نعدل في الإضاءة شوية عشان تظهر معانا الشرايين بشكل أفضل زي ما احنا شايفين كده. كان معكم إبراهيم درغام، والفيديو ده لأسامة سليمان. شكرا.